يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً، وذلك في حلقة جديدة من كل أسبوع نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تنوعت كتب هذا الأسبوع بين الروايات وكتب التنمية البشرية والتاريخ. تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً رواية الحلواني ثلاثية الفاطميين للكاتبة الدكتورة ريم بسيوني، وهي ثالث الثلاثيات التاريخية للكاتبة بعد ثلاثية المماليك والقطائع. يأتي في المركز الثاني كتاب لا بطعم الفلامينكو للكاتب الدكتور محمد طه، ويتحدث الكتاب عن التغيير وتحدياته والصعوبات التي ستواجهك لتحقيقه. يأتي بعد ذلك في المركز الثالث كتاب أربع محاولات للحياة، وهو تجربة رباعية لأربعة كتاب هم الكاتبة مروى سمير والكاتبة نشوى صلاح والكاتب أسامة علام والكاتب أحمد عبد المجيد، ويعتبر الكتاب مواجهة صادقة مع النفس. لمحبي كتب الرعب جاءت في المركز الرابع رواية أقسى من الموت للكاتب محمد عصمت، وتدور أحداثها حول مشاعر الخوف من الفقد التي أحياناً قد تكون أقسى من الموت. تختتم قائمة الأعلى مبيعاً برواية الكاتبة نورة ناجي سنوات الجري في المكان، وتدور أحداثها حول العشر سنوات ما بين ثورة يناير وعام كورونا، ومدى تأثير هذه المرحلة على جيل كامل.